السلام عليكم. معلش يا جماعة، بس يعني هو في حاجة حصلت امبارح على قناة نادي الزمالك، الواحد مش قادر يصدقها او مش قادر يعقلها. هو الناس دول فعلا بني ادمين زينا؟ يعني ممكن يكونوا الناس دي يعني انسان؟ يعني مش عارف. طب نشوف الفيديو كده. يعني الراجل بيتكلم على الفراخ ان الدولة حلت مشكلة الدواجن. حلت مشكلة الدواجن وما حلتش مشكلة نادي الزمالك، والراجل بيطالب الدولة في هيئتها طبعا، في الدكتور مصطفى مدبولي، وبقول له يا فندم ازاي تحل مشكلة الدواجن وما تحلش مشكلة نادي الزمالك؟ انت بتقول ايه؟ طيب ماشي، سيبك من انت بتقول ايه، طب انت عايز ايه؟ يعني مش فاهمين ايه دخل الفراخ في نادي الزمالك، ولا دي عشان الفراخ بيضة وانتوا مثلا بتلبسوا ابيض؟ انتوا عقلكوا راح، اقسم بالله. الراجل مسح لكم، رئيس النادي بتاع الزمالك ده مسح لكم دماغكم باستيكه. انا من امبارح بضحك، انا لما بعوز اضحك دلوقتي بجيب الفيديو ده. ده الراجل بيتكلم بجد يا جماعه، اقسم بالله انا فاكره بيهزر، فاكر دعابه يعني قاعد وبيتكلم. ايه ده؟ لا مش ممكن، احنا وصلنا لفين بجد يا جماعه؟ حد يلحق يا جماعه نادي الزمالك. يا دكتور مصطفى مدبولي بعد اذنك الحق نادي الزمالك يا دكتور، عشان الفراخ باظت، وحضرتك لحقت الفراخ وما لحقتش الزمالك، فمعلش يا دكتور يعني حاول تشوف لنا الموضوع ده، عشان استاذ ايهاب الفولي زعلان قوي، بقول لك ازاي تحل مشكله الدواجن وما تحلش مشكله الفراخ، قصدي مشكله الزمالك. فمعلش يا جماعه، نشوف الفيديو كده ونشوف الاستاذ ايهاب الفولي كان عايز ايه. ان دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيتدخل عشان يحل ازمة الدواجن، ازمة الفراخ. مع احترامنا الكامل لازمة الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ نادي الزمالك بابطاله بنجومه بلاعيبته بمجلس ادارته ما يستحقش نظرة زي النظرة يا دولة رئيس الوزراء اللي الدولة وقفتها مع الفراخ عشان تحل أزمة الفراخ؟ نادي الزمالك هو مفرخة للمنتخبات المصرية. نادي الزمالك هو أحد القلاع الرياضية اللي بتضخ الدم في كل المنتخبات. أنا شوف، أنا هقطعك بس.